بصوا يا جماعة، المعونات شغالة اهي الحمد لله. مصر بتقدم كل حاجة، ودلوقتي اهو كله اهو من قدام مرسال بناخد الأدوية والمعونات اللي راح فلسطين. عربيتين كبار اهم من مصر لفلسطين، ومصر بتقدم كل حاجة حلوة اهي، ما بتسيبش ناسها ولا أولادها ولا جيرانها. يعني مصر دي ام الدنيا. طبعا اهو اديكم شايفين العربيات كبيرة مهولة، عربيتين اهم كبار من مصر الرفح. يعني مصر ام الدنيا وقد الدنيا. مسافة السكة لأهالينا في فلسطين، هاي عاملين الإعلان أهو، مسافة السكة لأهالينا في فلسطين من مرسال. يعني صراحة إحنا مش مقصرين. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يعني شيء رائع. حاجة روعة الروعة، توصلوا بألف سلامة.